السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم يا ابنائي؟ معكم الأستاذ عبيد الله الغامدي، معلم مادة العلوم بالصف الثالث الابتدائي. إن شاء الله الكل جاهز ومعاه الكتاب، معاه قلمه، نبدأ من صفحة 100. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ درس التغيرات الكيميائية. درس التغيرات الكيميائية ممارس في حياتنا بشكل متعدد، كل يوم، كل لحظة، كل اليوم وإحنا عندنا تغيرات كيميائية في حياتنا. نبدأ بهذه الصفحة، نطرح عليها بعض التساؤلات. ماذا تفعل هذا التاني الفتتان؟ جميل، يعدان الكعك. طيب، ما هي مكونات الكعك تقريبا؟ يتكون الكعك من مواد البيض والسكر والماء والخل والمواد الأخرى. كل مادة لها صفات ولها خصائص، لكن لما تختلط هذه المواد مع بعض ماذا يحدث؟ يظهر منتج جديد اللي هو الكعك. بعد كذا، هل هذا التغير فيزيائي أم كيميائي؟ انتظر إجاباتكم. جميل جدا، هذا يعتبر تغير كيميائي وليس تغيرا فيزيائيا. احنا اخذنا في الدرس القائم السابق ان التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة. طيب، كيف عرفت ان هذا تغير فيزيائي؟ كيف عرفت ان هذا ليس تغيرا فيزيائيا؟ لانه نتج عنه مواد جديدة. طيب، عندنا الجزء الاخر اللي هي التجربة. هذه التجربة، كيف تتغير المادة؟ طبعا عندنا مجموعة من المواد، عندنا صودا، جميل، وعندنا طحين، ومادة الخل، وقارورتين، وبالونين، بالإضافة إلى الملعقة. طيب، آخذ ملعقتين وحطها بداخل البالون، وآخذ ملعقتين من الطحين ثم أضعها في البالون، ثم أضع البالون بهذا الشكل مع فوهة القارورة، وأبدأ بقلب الصودا اللي في البالون الأصفر مع الخل بداخل. لاحظ ماذا يحدث، وهنا الطحين كمان، أيضا هنا الطحين نضعه مع مادة أو الخل ونرى ماذا يحدث. هذه، طيب، ما الذي نتج؟ نشاهد هنا على العرض، اللي نتج يحدث تفاعل بين مسحوق الخميرة اللي كان الصودا اللي كان بالبالون مع الخل، مع مادة الخل. ومن العلامات انتفاخ البالون، بسبب تصاعد الغازات اللي موجود في المنطقة هذه. تصاعدت الغازات، اللي تفاعلت الصودا مع الخل فتصاعدت الغازات، ولأن الغازات محصورة فانتفخ عندنا البالون. أما في الطحين مع الخل عندما وضعناه لم يحدث شيء. هذا يحكي قصة التغير الكيميائي، ولم ينتج لنا مادة جديدة، يحكي قصة التغير الفيزيائي. لو شفناها بالشكل هذا نجدها هذا هنا بالبالون الأصفر مع الصودا والخل حدث تغير كيميائي، بينما الطحين مع الخل لم يحدث بينهم تفاعل. طيب، نبدأ أو ننتقل للصفحة الأخرى، صفحة 102. في صفحة 102 عنوان: ما التغيرات الكيميائية؟ تغير ينتج عنه مواد جديدة، تغير ينتج عنه مواد جديدة مثل ما شاهدنا قبل شوي في التجربة،
عندما أضفنا الخل مع مادة الصودا، وتختلف عن في خواصها عن خواص المكونات السابقة. خلاص ظهر لي مادة جديدة في خواصها وصفاتها تختلف عن صفات المادة السابقة، تختلف عن صفات الخل عندما اندمج مع الصودا، تختلف الصودا فقدت خواصها وصار لها خواص جديدة. طيب هذا بالنسبة هنا موجود التعريف عندنا بالكتاب. طيب ننتقل للجزء اللي بعده. هنا في سؤال، لو لاحظنا هنا الموز غير ناضج في الصورة الأولى، بعد فترة من الزمن بدأ ينضج، أخذ اللون الأصفر، وبعد فترة من الزمن زاد نضج مثل كذا. فهذا التغير يعتبر تغيرا كيميائيا، يعتبر تغير كيميائي. طيب كيف تغير الموز؟ يتغير لونه مع ازدياد نضجه ويصبح أكثر ليونة، ويعتبر تغيرا كيميائيا، تغير في الشكل، تغير في اللون، حتى الطعم تغير. طيب ننتقل للصفحة الأخرى، صفحة 103. عندنا هنا في الجزء هذا الدراجة ماذا حدث لها؟ صدى الحديد، تغير في شكله، تغير في لونه، تغير في ملمسه، تغيرت حتى في قوة الحديد في صلابته. هذا التغير تفاعل بين الأكسجين وبين الحديد، فهذا يعتبر تغيرا كيميائيا. هل هذا التغير مفيد أم تغير ضار؟ أترك لكم الإجابة. أحسنتم، هذا يعتبر تغيرا ضار لأنه يقلل من قوة الحديد. طيب أمثلة على تغيرات كيميائية ضارة في حياتنا، أترك لكم الوقت. رائعون، عندنا مثل فساد الأطعمة، وهذه النصين أو هذا المثالين موجود عندنا بالكتاب، تحول الحديد إلى صدى وفساد الأطعمة، وفساد الأطعمة. ننتقل بعد كذا إلى الأسئلة. اختبر نفسي. السؤال الأول، هل يعد فساد الحليب تغيرا كيميائيا أم فيزيائيا؟ أفسر إجابتي. فساد الحليب، أحسنتم، فساد الحليب يعتبر تغيرا كيميائيا، لأن طعم الحليب ورائحته يدلان على تكون مواد جديدة، يدلان على تكون مواد جديدة، فهذا التغير يعتبر تغيرا كيميائيا. السؤال الثاني، ما أهمية التغيرات الكيميائية للمخلوقات الحية؟ ما أهمية التغيرات الكيميائية للمخلوقات الحية؟ المخلوقات الحية عندنا ثلاثة، الإنسان والحيوان والنبات. طيب التغيرات الكيميائية هذه مش أهميتها للإنسان وللحيوان وللنبات، نبغى نشوف أمثلة عليها. لو جينا للإنسان، نمارس نحن الطبخ، والطبخ يعتبر تغيرا كيميائي لأنه ينتج عنه مواد جديدة. طيب بالنسبة للحيوان كيف يستفيد من عملية التغيرات الكيميائية؟ أحسنتم، رائعون، في عملية الهضم، عندما تتم عملية الهضم يصطاد الفريسة أو يأكل الأعشاب في داخل جسمه، يحدث عملية الهضم، عملية الهضم هذه تعتبر تغيرا كيميائيا. بالنسبة للنبات يحدث البناء الضوئي، البناء الضوئي عملية استفادة من أشعة ضوء الشمس مع ثاني أكسيد الكربون والماء داخل النبات، تتم عملية ينتج عنها غذاء للنبات
والسكر يطلقه في آسف الأكسجين يطلقه في الهواء، فهذا التغير أو هذه العملية نعتبرها تغير كيميائي، نعتبرها تغير كيميائي. فهذا يستفيد منه الإنسان في الطبخ، الحيوان مثل عملية الهضم أو عمليات الهضم، والنبات مثل عمليات البناء الضوئي. طيب ننتقل للتجربة. هذه التجربة أرغب بقدر الإمكان مع أحد أفراد أسرتك البالغين القيام بها. وش تحتاج؟ تحتاج إلى الخل، طيب 150 ملي، هذا 100 ملي، ثم 50 ملي، أصبح هنا 150 ملي من الخل مع قليل من الملح، ثم نضع قطعة من النقود القديمة ونشاهد، نجعلها 20 ثانية، ثم نشاهد الفرق بين الجزء المبلل والجزء الجاف. أترك هذه التجربة لكم في المنزل. طيب ننتقل لما بعدها في صفحة 104. ما دلائل، ما علامات، ما دلائل أو ما علامات حدوث التغير الكيميائي؟ التغير الكيميائي له علامات. العلامات أو الدلائل هذه حناخذ جزء منها. عندنا أول جزء أو أول دليل، الضوء والحرارة من دلائل حدوث التغير الكيميائي. هذه تجربة بسيطة هنا، هذا تغير كيميائي مثله مثل عملية الطبخ، مثل عملية البخور في البيت، العمليات كثيرة تحدث في حياتنا يظهر معها الضوء والحرارة. هذا ضوء ومعها حرارة، أيضا الدخان اللي يطلع معها مع الاحتراق، كل هذه علامات على حدوث تغير كيميائي. طيب الجزء الآخر، إذن هذا العلامة الأولى. الجزء الآخر عندنا اللي هو تكون الغازات. لو أخذنا هذا الكأس، أخذنا هذا الكأس وصببنا فيه قليلا من الماء، ثم وضعنا القرص، قرص الكالسيوم، هذا تفاعل الآن يحدث بينهما، تفاعل ونسميه تغيرا كيميائيا. نشاهد ماذا يحدث. خروج الغازات أو الفقاقيع هي علامة من علامات التغير الكيميائي. طيب إذن هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث تغير اللون. تغير اللون، لو الآن هذه تفاحتين، هذه قديمة وتعتبر فاسدة وهذه جديدة، الفساد الأطعمة تغير اللون نعتبره تغيرا كيميائيا، هذه علامة من علامات التغير الكيميائي. فإذا وجدنا بعض الأطعمة متغير شكلها أو لونها أو رائحتها فيعتبر هذا من علامات التغير الكيميائي أو من علامات نوعا ما فساد الأطعمة. طيب إذن هذه الأجزاء الثلاثة، الضوء والحرارة، تكون الغازات، تغير اللون من علامات التغير الكيميائي. ننتقل للسؤال الأول، هل احتراق عود الثقاب تغير فيزيائيا أم كيميائيا ولماذا؟ جميل، الاحتراق هو عبارة عن تغير كيميائي. ما الدليل؟ لأنه نتج عنه مادة جديدة، والاحتراق يصاحبه ضوء وحرارة. طيب ننتقل للسؤال الآخر، السؤال الثاني، تفكير الناقد. تفكير الناقد، هل ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي أم كيميائي؟ أفسر إجابتي، يعتبر تغير فيزيائي لأنه يمكن فصل السكر عن الماء. كيف نفصل السكر عن الماء؟ بعملية التبخير. طيب
ننتقل بعد ذلك لهذا النموذج. هنا تشابه والاختلاف بين التغير الفيزيائي اللي أخذناه في الدروس السابقة وبين التغير الكيميائي الحالي. طبعا هذه الدائرتين تعودنا عليها، هنا نضع الاختلاف للتغير الفيزيائي، وهنا نضع التشابه، وهنا نضع الاختلاف للتغير الكيميائي. أترك لكم الوقت قليلا. أحسنتم. في التغير في الجانب الأول، التغير الفيزيائي تغير في المظهر لا ينتج عنه مادة جديدة، مثل الورق إذا مزق يتغير في مظهره وفي شكله، لكن يبقى الورق هو الورق، تبقى القطعة الممزقة ورقة، فهذا يسمى تغير في الشكل أو في المظهر لم ينتج عنه مادة جديدة. طيب التغير الكيميائي ما هو؟ أحسنتم. التغير الكيميائي ينتج عنه مادة جديدة، ينتج عنه مادة جديدة نجد في حياتنا كثير نمارسها في حياتنا بشكل كبير. الطبخ يعتبر تغير كيميائي، الاحتراق يعتبر تغير كيميائي. زودوني بأمثلة. أحسنتم. وصدى الحديد يعتبر تغيرا كيميائيا، فساد الأطعمة يعتبر تغيرا كيميائيا. جيد. الأدوية في تركيباتها تعتبر تغير كيميائي. أحسنتم. أحسنتم. التشابه، في ماذا تتشابه المادتين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي؟ جميل. أحسنتم. يتشابهان في تغيرا في حالة المادة. أحسنتم. أحسنتم. إذن في مجمل الموضوع للمادة نوعين من التغيرات، تغيرا فيزيائي وتغيرا كيميائي. التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة، وإنما يكون التغير في المظهر وفي الشكل، مثل الصلصال. الصلصال ممكن أغير في شكله كثير، لكن يبقى الصلصال هو مادة الصلصال، لم تنتج عنه مادة جديدة. القصدير أو الورق إذا مزق، الملابس عندما تغسل وتوضع على المنشر لتجف، إذا جفت يعتبر تغيرا فيزيائيا. لكن لو انسكب على مثلا نوعا من الملابس الملونة مادة الكلوركس وغيرت لون الملابس، هذا نعتبره تغيرا. أحسنتم. تغيرا كيميائيا، لأنه فقدت مثلا الشمار كل خواصها السابقة من اللون والشكل أو ممكن الملمس، فقدته لا يمكن إعادته، هذا يعتبر تغير كيميائي. نمارس كثير في حياتنا اليومية من التغيرات الفيزيائية والكيميائية، المطلوب أن نتفحص في حياتنا بعض التغيرات الفيزيائية وبعض التغيرات الكيميائية ونضعها في جدول ونصنف. شاكر لكم متابعتكم وحسن إنصاتكم، وأنتظر منكم إن شاء الله جميع استفساراتكم في الأسئلة خلال الحلقة القادمة إن شاء الله نجيب على بعضها. شكرا لكم يا رب.